السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 8 اللي هو الدرس الأول، فرع حساب المثلثات لطلاب الصف الأول الثانوي، وهو درس المتطابقات المثلثية. درس المتطابقات المثلثية بيعتمد اعتماد كلي على درس الزوايا المنتسبة اللي انت درستها الترم الأول، فلازم تذاكر القوانين كويس جدا جدا، لازم تكون عارف القوانين اللي احنا هنشتغل بيها لأنها معتمدة اعتماد تام على حل تمارين الدرس ده. بإذن الله هنحل برضو التمارين سواء اخطر سواء مقالي سواء مستويات عليا، بأمر ربنا هنحل كل التمارين بإذن الله زي ما احنا متعودين هنا في القناة، وكل حاجة هتبقى في قائمة تشغيل مخصصة ليها. طبعا انا نزلت اول درس جبر اللي هو المصفوفات وحلينا التمارين بتاعته كاملة سواء اخطر سواء مقالي سواء تطبيقات سواء كل حاجة حليناها سواء بإذن الله. لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان توصل لاكبر عدد من الناس بإذن الله. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. زي ما بنقول في بداية كل فيديو، لو انت محتاج ملزمة الشرح الخاصة بيا، لو انت حابب ان انت تتابع معايا خلال القناة، هتطلب ملزمة الشرح في الرقم اللي موجود في وصف الفيديو. انزل تحت الفيديو في رقم هيظهر لك، ابعت له رسالة واتساب هيقول لك كل التفاصيل لو انت تابعت الشرح معايا وحل التمارين، فبإذن الله هيغنيك عن اي حاجة. جميل، طيب تعالى كده نشوف السؤال الاول بيقول لي ايه. بيقول لي اي من العلاقات الاتيه تمثل متطابقه. عايزين نفهم يا باشمهندس يعني ايه متطابقه. المتطابقه دي يا باشمهندس بيقول لك ان هي متساويه لجميع القيم. يعني ايه؟ لو عوضت في الطرف اليمين والشمال بنفس القيمه لازم الطرفين يطلعوا قد بعض بالظبط. تمام، فجيت هنا جتا سيتا بتساوي جذر 3 على 2. اول ما تلاقي طرف هو حدد لي الناتج بتاعه يبقى دي مش متطابقه، دي علاقه. ليه يا باشمهندس؟ لان دلوقتي ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بجذر 3 على 2؟ انا عارف ان ال 30 جتا 30 بالنسبه لي بجذر 3 على 2، او 330 لان الجتا موجبه في الربع الاول والربع الرابع، او الزوايا المكافئه بتاعتهم. اي زوايا مكافئه لو انا زودت 360 على 30 يعني 390 هتطلع لي برضه جذر 3 على 2. بس مهما زودت ده هيظل ان هي قيم محدده بس. هنا المتطابقه لا، المتطابقه دي بتقول لك انا بتساوى في كل القيم، فهنا طالما بقت قيم معينه يبقى انا بالنسبه لي دي كده مش متطابقه. تمام، الجا سيتا بتساوي الجتا سيتا. امتى الجا تساوي الجتا؟ قال لك لو الزاويتين دول متتمتين، ده معناها ان سيتا زائد سيتا بيساوي 90، يعني الاثنين سيتا بيساوي 90 اقسم على الاثنين يبقى سيتا ب 45. يبقى دول مش هيتساووا الا في حاله واحده بس اللي هي عند ال 45 درجه. فهل دي متطابقه؟ لا، انا قلت لك المتطابقه بتقول لك انا بتساوى لاي قيمه. هل لو حطيت هنا 30 وحطيت هنا 30 هيطلع نفس الناتج؟ لا، جاي 30 بنص وجاي 30 بجذر 3 على 2، يبقى دي برضو ليست متطابقه. هنا دي بقى زوايا منتسبة، طبعا الباي اللي هي 180، يبقى جا 180 ناقص سيتا، 180 ناقص ربع تاني، والجا موجبة يا باشمهندس، وال 180 ما بتغيرش، يبقى دي هتفضل الجا سيتا بتساوي الجا سيتا، دي بقى اسمها متطابقة، يبقى الاختيار ده هو الصح. ليه متطابقة؟ لأن هنا جا سيتا وهنا جا سيتا، لو عوضت هنا ب 30 وهنا ب 30 هيطلع نفس الناتج وهكذا، يبقى بالنسبة لي دي كده متطابقة. طب الأخيرة دي يا باشمهندس، جا 2 سي 2 باي 2 باي ناقص سيتا بيساوي سالب نص. قلنا يا باشمهندس لما الاقي في أحد الطرفين ناتج يبقى دي بالنسبة لي كده معادلة. إيه الزاوية اللي الجا بتاعها في سالب نص؟ طبعًا الجا سالبة في الربع التالت والربع الرابع، يعني 210 وعند ال 330 او الزوايا المكافئه بتاعتهم. فهنا اتحددت في قيم معينه. لا يا باشمهندس، انا ما ينفعش اتحدد بقيم معينه، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح هو الاختيار رقم جي. السؤال اللي بعده بيقول لي اي من العلاقات الاتيه تمثل معادله. اهو بيتكلمني بقى، بيسالني عن المعادله او العلاقه اللي انا هشتغل بيها يا باشمهندس. اقول له ما فيش مشكله، تعال نشوف اول واحده. ظا 3 باي على 2. خلي بالك 3 باي على 2 اللي هي 270. واحدة واحدة، 270 زائد ربع رابع، والربع الرابع الظا سالبة يبقى مبدئيا في سالب. طيب ال 270 بتغير، دي ظا يبقى ظا، طيب يبقى دي سالب ظا سيتا. طب ما هو الطرف الثاني هو سالب ظا سيتا، قلنا لما نلاقي الاثنين كده شبه بعض يبقى بالنسبة لي دي متطابقة، يبقى بالنسبة لي دي متطابقة. اللي بعدها جتا 3 باي على 2، لسه قايلين 3 باي على 2 اللي هي 270. طب 270 ناقص ربع تالت، والجتا سالبه يبقى مبدئيا في اشاره سالب، وال 270 بتغير الجتا هتخليها جا، يبقى دي سالب جا سيتا. طب ما هو الطرف الشمال بسالب جا سيتا، قلنا طالما الطرفين شبه بعض يبقى دي بالنسبه لي متطابقه.
الجتا بتاكل السالب، يعني كأني مش شايف السالب ده، يعني دي كده كأنها جتا سيتا صح؟ طب ما هو جتا سيتا بتساوي جتا سيتا، الطرف ده هو الطرف ده، يبقى بالنسبة لي برضو دي يا باشمهندس متطابقة. آخر واحدة أكيد دي يا باشمهندس هي مش متطابقة، ليه؟ تعالى نشوف. زتا سيتا بتساوي سالب زتا لاتين، خلي بالك زتا لاتين دي هي واحد على جذر 3، قلنا لما نلاقي طرف في ناتج يعني في رقم معين يبقى هي هنا قيم محددة بس هي اللي هتطلع لي القيمة دي، يبقى بالنسبة لي الاختيار ده اللي هو اللي بيمثل معادلة. خلاص يا رب تكون فهمت الكلام ده. تعالى بقى ندخل في الكلام الجد، بيقول لي ظا سيتا في قتا سيتا، بقى صحصح لي بقى. الظا اللي هي عبارة عن الجا سيتا على الجتا سيتا، والقتا مقلوب اللي ما فيهاش تاء، اللي ما فيهاش تاء اللي هي الجا، يبقى دي واحد على جا سيتا. اختصر الجا سيتا هتروح مع الجا سيتا، يبقى يفضل لي واحد على جتا سيتا. واحد على جتا سيتا هتساوي اللي ما فيهاش تاء اللي هي قا سيتا، يبقى انا بالنسبه لي الاجابه الصح هو الاختيار رقم ج اللي هي قا سيتا. السؤال اللي بعده يا باشمهندس رقم 4، بيقول لي ظا سيتا في زتا سيتا، قلنا ظا في زتا او قاف قتا او اي حاجه من الجا في جت قتا وهكذا، اللي هي الزوايا مقلوبها، مقلوب الجا اللي هو قتا ومقلوب الجتا اللي هو قا ومقلوب الظا اللي هي زتا، دايما الناتج هيديني كام؟ واحد. يبقى انا بالنسبه لي البسط ده بواحد، يبقى دي عباره عن واحد على قا سيتا. واحد على قا سيتا هي مقلوب اللي فيها التاء اللي هي بالنسبه لي جتا سيتا، يبقى بالنسبه لي الاجابه بتاعتي جتا سيتا اللي هو الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي واحد ناقص واحده واحده كده، ادي واحد ناقص القا تربيع مقلوب اللي فيها تاء، اللي فيها تاء اللي هي جتا تربيع سيتا، خلي بالك القا ما فيهاش تاء يبقى مقلوب اللي فيها جتا. طيب هنا الزاويه هو حددها لي، فبدل ما اكتب سيتا هو عايل لي ان الزاويه بكام؟ ب 37. طب ما انا عارف ان واحد ناقص جتا تربيع دي علاقه مهمه قوي اللي هي جتا تربيع نفس الزاويه اللي هي جتا تربيع 37، يبقى بالنسبه لي الاختيار ده اللي هو الاختيار الصح. لازم يا باشمهندس تبقى حافظ العلاقات زي ما وضحت لك قبل الفيديو، لازم ايه هي العلاقه اللي احنا شغالين بيها؟ احنا عارفين ان جتا تربيع سيتا زائد الجتا تربيع سيتا بيساوي واحد، فانا لو عايز اجيب الجا تربيع هودي دي الناحيه الثانيه، يبقى الجا تربيع سيتا هي عباره عن واحد ناقص الجتا تربيع سيتا، طب ما هي دي واحد ناقص جتا تربيع، ونفس الفكره للجا، لو انا عايز اجيب الجتا تربيع هودي دي الناحيه الثانيه يبقى واحد ناقص جتا تربيع سيتا. خلاص يا باشمهندس تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي 5 جتا تربيع 30 زائد 5 جتا تربيع 30، خلي بالك لما تلاقي جتا تربيع زائد جتا تربيع تعرف ان الناتج واحد. طب في 5 هنا مضايقاني يا باشمهندس، خدها عامل مشترك، يبقى دي 5 في جتا تربيع 30 زائد جتا تربيع 30، خلي بالك جتا وجا لنفس الزاويه، طالما نفس الزاويه يبقى الناتج واحد، يبقى دي بواحد، يبقى 5 في 1 بيساوي 5، ويبقى بالنسبه لي الاختيار الصح هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ا. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي 3 في جا سيتا، حاضر، يبقى دي 3 على جا سيتا مضروبه في سالب 2، القتا خلي بالك هي في المقام، عشان اطلعها البسط هتطلع باللي ما فيهاش تاء اللي هي بالنسبه لي جا سيتا، ويبقى المقام هنا بواحد. طب ما الجا سيتا يروح مع الجا سيتا، هيفضل سالب 2 في 3 اللي هي بسالب 6 اللي هو بالنسبه لي الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. السؤال رقم 8 يا باشمهندس بيقول لي جا تربيع 180 ناقص سيتا، تمام، طب ما دي انا ممكن اكتبها جا 180 ناقص سيتا الكل تربيع، تمام، زائد نفس الفكره هنا هكتبها برضو بالنسبه لي جا 270 ناقص سيتا الكل تربيع، ما هو التربيع على الجا مش على الزاويه، تمام، 180 ناقص ربع تاني والجا موجبه وال 180 ما بتغيرش، يبقى دي بالنسبه لي جا سيتا وحط لها التربيع اللي هي جا تربيع من الاخر، زائد هنا 270 ناقص بالنسبه لي ربع تالت والجا سالبه يبقى في اشاره سالب، لو 270 بتتغير يبقى سالب جتا سيتا، كل ده يا باشمهندس بالنسبه لي ايه؟ تربيع، صح كده؟ تمام. طيب خلي بالك سالب مع اس زوجها هيتاكل، يبقى دي بالنسبه لي جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا اللي هو في النهايه الناتج بيساوي كام؟ بيساوي واحد يا باشمهندس، يبقى الاختيار الصح هو الاختيار رقم دي. السؤال رقم 9 بيقول لي 1 زائد زتا تربيع 1 زائد زتا سيتا الكل تربيع ناقص 2 زتا سيتا، اتعامل معاه ازاي يا مساله؟ انا عايز ابقى ذكي، هنا 2 زتا سيتا، فانا لو فكيت القوس ده هيظهر لي 2 زتا سيتا هيروحوا مع بعض، اقول لك تمام، ففك القوس المربع سهل جدا وبعتنساه، هيبقى مربع الاول اللي هو مربع الواحد زائد 2 في الاول في الثاني، 2 في 1 ب 2 في زتا سيتا
باتنين زتا سيتا، بعد كده باشمهندس زائد زتا سيتا تربيع اللي هي بالنسبه لي زتا تربيع سيتا ناقص اتنين زتا سيتا. فمبدئيا اتنين زتا هتروح مع سالب اتنين زتا، هيفضل لي واحد زائد زتا تربيع سيتا. دي علاقة لازم اكون عارفها يا باشمهندس، الواحد زائد الزتا تربيع اللي هي القتا تربيع سيتا اللي هو الاختيار رقم ج يا باشمهندس. وتعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. درس سهل جدا جدا والله، بس اهم حاجة تبقى عارف العلاقات اللي فيه. السؤال اللي بعده بيقول لي جا سيتا جتا سيتا ظا سيتا في ابسط صوره، الجاما بتتفكش ولا الجتا بتتفك؟ الظا هي اللي بتتفك، يبقى دي بالنسبه لي جا سيتا، بعد كده جتا سيتا في ظا سيتا اللي هي بالنسبه لي جا سيتا على جتا سيتا. جميل، الجتا سيتا هتروح مع جا سيتا، هيفضل لي جا سيتا في جا سيتا اللي هي جا تربيع سيتا، يبقى انا بالنسبه لي الاختيار الصح هو الاختيار رقم ألف. السؤال رقم 11 بيقول لي واحد ناقص الجتا تربيع، قلنا الواحد ناقص الجتا تربيع يدي لك الجتا تربيع سيتا، وواحد ناقص جتا تربيع سيتا اللي هي جا تربيع سيتا، جتا على جا اللي هي زتا، طب ما دي تربيع يبقى دي تربيع برضو، يبقى بالنسبة لي هي زتا تربيع سيتا اللي هو الاختيار رقم ده يا باشمهندس. السؤال اللي بعده بيقول لي ق تربيع سيتا ناقص ظ تربيع سيتا، طب ما هي دي علاقه لازم اكون عارفها برضو، ان ال ق تربيع ناقص الظ تربيع بواحد، يا باشمهندس جت منين؟ هقول لك، مش هو القانون بيقول لك ان واحد زائد الظ تربيع سيتا بيساوي ق تربيع سيتا؟ تمام، طب لو انا وديت الظ تربيع الناحيه الثانيه يبقى بالنسبه لي الواحد بيساوي ق تربيع سيتا ناقص ظ تربيع سيتا، طب ما هي دي اللي موجوده في المساله، يبقى انا بالنسبه لي البسط ده بواحد على الجتا تربيع زائد الجتا تربيع، ما احنا عارفين ان هي بواحد، فواحد على الواحد بيساوي كام؟ بيساوي واحد، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح هو رقم ألف. رقم 13 بيقول لي جتا 90 ناقص سيتا، طب واحده واحده، 90 ناقص ربع اول والجتا موجبه وال90 بتغير، يبقى الجتا هتبقى ايه؟ هتبقى جا سيتا مضروبه في، ركز لي بقى، خلي بالك لازم الزاويه هي اللي في الاول، فاقول له والله لما الاقي الزاويه بالسالب ازود دوره، يعني ايه؟ هكتب ق اهو وادي القوس ادي سيتا ناقص 90 ازود دوره، الدوره ما بتعملش حاجه، يبقى 360. جميل، يبقى دي بالنسبه لي جا سيتا مضروبه في، ركز بقى، سالب 90 و360 يديك موجب 270، يبقى دي ق 270 زائد السيتا. طيب واحده واحده تاني، ادي الجا سيتا، طيب 270 خلي بالك القاء اللي هي مقلوب الجتا، فخلي بالك كاننا شغالين مع الجتا بالظبط، 270 زائد ربع رابع والجتا موجبه يبقى ق برضو موجبه، وال270 بتتغير يبقى دي بالنسبه لي هتبقى قتا سيتا، طب ما قتا سيتا دي اللي هي واحد على اللي ما فيهاش تاء، يبقى دي بالنسبه لي جا سيتا في واحد على جا سيتا، الجا هتروح مع الجا يبقى الناتج في الاخير بيساوي واحد، يبقى الاختيار الصح هو رقم ايه؟ رقم ألف. رقم 14 بيقول لي واحد ناقص جتا تربيع سيتا، هو انا معايا علاقه بواحد ناقص جتا تربيع؟ ايوه قلناها كتير خلاص بقى، اللي هي جا تربيع بيتا. طيب جا تربيع بيتا ناقص واحد اعمل فيها ايه يا باشمهندس؟ طب ركز لي كده، هو انا مش معايا ان جا تربيع بيتا زائد جتا تربيع بيتا بيساوي واحد؟ تمام، طب هو عمل ايه؟ هو جاب الواحد الناحيه دي وودي الجتا تربيع بيتا الناحيه دي، لما يجيب الواحد هنا هيجي بالسالب، يبقى ده جتا تربيع بيتا ناقص الواحد، ودي لما تروح هتروح برضو بالسالب، يبقى سالب جتا تربيع بيتا، يبقى انا بالنسبه لي جتا تربيع ناقص واحد هي سالب جتا تربيع بيتا. طب سيب السالب بقى ملوش دعوه، الجتا تربيع الجتا تربيع اللي هي ظا تربيع بيتا، يبقى بالنسبه لي الاجابه هي سالب ظا تربيع بيتا اللي هو الاختيار رقم ألف يا باشمهندس. رقم 15 بيقول لي واحد زائد الظا تربيع، عارفين ان واحد زائد الظا تربيع يديني القا تربيع سيتا، على واحد زائد زتا تربيع، خلي بالك ان واحد زائد زتا تربيع اللي هي قتا تربيع سيتا، لازم تبقى عارف ان القا على القتا بيديك زتا تربيع سيتا، طب انا مش عارف المعلومه دي يا باشمهندس، هقول لك تعرف تعملها كده، قا تربيع سيتا على قتا تربيع سيتا، انا كده عملت حاجه؟ لا، القا تربيع اللي هي واحد على اللي فيها تاء هي واحد على جتا تربيع سيتا. جميل، اقلب العلى فيه، دي هشقلبها، خلي بالك دي اصلا في الاصل بتساوي واحد على جتا تربيع سيتا، لما شقلبها هتبقى جتا تربيع سيتا على واحد، طب واحد في جتا تربيع سيتا بجتا تربيع سيتا، واحد في جتا تربيع بجتا تربيع، جا على جتا تديك ظا تربيع سيتا، بس يا باشمهندس يبقى هي دي هي دي، او انت تعرف على طول ان القا تربيع على القتا تربيع بالنسبه لي بظا تربيع، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح هو الاختيار رقم 1.
السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا، قلنا لما نشوف الاثنين دول الناتج بواحد، ما هو جتا تربيع زائد جتا تربيع بواحد، يبقى ده عباره عن واحد زائد الظا تربيع سيتا، طب ما هو واحد زائد الظا يديك القا، يبقى بالنسبه لي القا تربيع سيتا اللي هو الاختيار رقم د. رقم 17 بيقول لي الظا تربيع ناقص قا تربيع، لسه قايلها لك، الظا تربيع ناقص القا تربيع، بس هل القانون هو ظا تربيع ناقص قا تربيع ولا قا تربيع ناقص ظا تربيع؟ طب ما تيجي كده نجيب القانون الاصلي. القانون الاصلي بيقول لك ان 1 زائد ظا تربيع سيتا بيساوي قا تربيع سيتا. طيب فهنا وديت الظا هنا، خلي بالك بقى معايا، الظا لما تروح يبقى بالنسبه لي قا تربيع سيتا ناقص الظا تربيع سيتا بيساوي 1. طب هنا هو عكس يا باشمهندس، طب ما انا اقول له مفيش مشكله، انا اخد من هنا سالب عامل مشترك، فيفضل لي بقى ايه؟ ظا تربيع سيتا ناقص قا تربيع سيتا، بس خلي بالك انا خدت سالب هنا فيبقى بالنسبه لي هنا موجب واحد، فهودي السالب ده الناحيه الثانيه، يبقى انا بالنسبه لي ركز بقى معايا في النقطه دي، ان ظا تربيع سيتا ناقص القا تربيع سيتا لما اودي السالب الناحيه الثانيه هيساوي سالب واحد، يبقى انا بالنسبه لي دي ظا تربيع ناقص قا تربيع يبقى بالنسبه لي بيساوي سالب واحد. خلي بالك هي في هنا اس اهو بس صغير قوي، فيبقى بالنسبه لي سالب واحد اس 5 اللي هو في الاخير برضه هيديني ايه يا باشمهندس؟ هيديني سالب واحد، يبقى الاختيار الصح رقم ب. يا رب تكون فهمت. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي 2 ج تربيع سيتا زائد ج تربيع سيتا، اقول له واحده واحده، دي 2 جتا تربيع ودي جتا تربيع، انا عايز يا باشمهندس بالنسبه لي بس انا عايز الجتا تربيع دي مع واحده من دي، طب ما تيجي كده نشوف اللي فيها المشكله اللي هي 1 على ق تربيع، 1 على ق يديني اللي فيها التاء اللي هي جتا تربيع، يبقى دي بالنسبه لي 2 ج تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا، دي بقى بالنسبه لي اللي فيها تاء اللي هي جتا تربيع سيتا، طب ما يبقى دي 2 ج تربيع سيتا، جتا وجتا يديني 2 جتا تربيع سيتا، خد الاثنين عامل مشترك يفضل لي ج تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا، ج زائد جتا بالنسبة لي 1، 2 في 1 ب 2، يبقى بالنسبة لي الاختيار الصح هو ايه؟ رقم ا. رقم 19 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ج في قطع، الجا هي مقلوب القطع، يبقى هما يتضربوا في بعض يديني 1 زائد 2 في الجتا، ما هي مقلوب القا لان القا دي هي 1 على جتا ودي اللي هي 1 على جا، فاكيد هيروحوا مع بعض، والظا مقلوب الظا طب 1 برضه، يبقى دي 1 زائد 2 زائد 3، 1 زائد 2 3، 3 زائد 3 6، يبقى بالنسبه لي الاختيار ده هو الاختيار الصح. رقم 20 بيقول لي 1 ناقص جتا سيتا في 1 زائد جتا سيتا في 1 زائد بالراحه، مش دول ايه؟ لازم تركز في الفكره دي، دي كده بالنسبه لي عددين مترافقين، الاول شبه الاول، التاني شبه التاني، واحد موجب واحد سالب، فاضرب الواحد في الواحد يديني 1، وسالب في موجب بسالب، جتا تربيع في جتا تربيع يبقى جتا تربيع سيتا، مضروبه في 1 زائد زتا تربيع، طب ما انا عارف ان 1 زائد زتا تربيع اللي هي قتا تربيع سيتا، طب ما هو 1 ناقص جتا تربيع اللي هي بالنسبه لي يا باشمهندس مش اللي هي جتا تربيع؟ جتا تربيع سيتا، والقتا تربيع هي مقلوب اللي فيها اللي ما فيهاش تاء لان دي فيها تاء، يبقى 1 على جتا تربيع سيتا، طب ما دي هتروح مع دي يبقى بيساوي 1، او تقول لي على طول دي مقلوب ليه؟ لان القا تربيع هي مقلوب القا تربيع، يبقى بالنسبه لي الناتج بيساوي 1 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. رقم 21 جايب لي مساله طويله عريضه كده بيقول لي ج س ج ت س ظ، طب واحده واحده، اللي ما ينفعش الحاجه الوحيده اللي ينفع تتفك هي الظا، فهنفكها، دي ج س ج ت س في ظا س اللي هي ج س على ج ت س، زائد ادي ج س ج ت س الظطا اللي هي جتا على ج، وفي الاخير المقام عندي ج س في ق س اللي هي بالنسبه لي 1 على جتا س، تمام. طيب الجتا س هتروح مع الجتا س هيفضل لي ج س في ج س اللي هي ج تربيع س، طب من هنا الجتا لا الجا هي اللي هتروح، الجا مع الجا، جتا س في جتا س بالنسبه لي دي زائد مش ضرب، زائد جتا تربيع س على هنا ج في 1 بج و1 في جتا، خلي بالك بص المقام هيبقى ج س على جتا س، طب ما هو ج على جتا اللي هي ظا يبقى دي بالنسبه لي ظا س، طب ما هو جتا تربيع زائد جتا تربيع بواحد يبقى دي عباره عن 1 على ظا س، 1 على ظا س اللي هي بالنسبه لي ظا ط س، بس كده يا باشمهندس يبقى بالنسبه لي الاختيار رقم أ هو الاختيار الصح. طيب السؤال اللي بعده يا باشمهندس رقم 22 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ج على قتا، طب واحده واحده، ادي ج سيتا والقتا اللي هي 1 على ج سيتا، طب ما انا عارف ان مقام المقام بسط فده هتروح تطلع فوق، تمام، زائد جتا سيتا على ق سيتا اللي هي 1 على جتا سيتا، مقام المقام بسط فده هتطلع فوق،
بيساوي الجا لما تتضرب في الجا هتديك جا تربيع سيتا، والجتا لما تتضرب في الجتا هتديك جتا تربيع سيتا. جتا تربيع زائد جتا تربيع يبقى الناتج بيساوي كام؟ بيساوي 1. يبقى بالنسبه للاختيار الصح هو رقم د يا باشمهندس. خلاص عايزك ارجوك المسائل دي تحلها بهدوء، المسائل دي محتاجه تحلها بالراحه باذن الله وهتوصل للحل، ما تتعبش نفسك. تعال نشوف يلا اللي بعده. رقم 23 يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ تعال نشوف. بيقول لي جا سيتا ظا سيتا. طيب واحده واحده، هو انا لو فكيت الظا دي هيحصل حاجه؟ مش هيحصل حاجه، بس قبل ما تفك دايما شوف الاقواس اللي تحت، يمكن حاجه تطير مع فوق فبدل ما تفكها وترجع تشتغل عليها تاني، فالافضل دايما ان انت تستنى. تمام. يبقى انا بالنسبه لي دي جا سيتا ظا سيتا، اللي تحت دول عددين ايه؟ مترافقين، الاول في الاول بواحد، موجب في سالب بسالب، جتا في جتا يبقى جتا تربيع سيتا. جميل. طب ما واحد ناقص جتا تربيع اللي هي جتا تربيع، يبقى دي بالنسبه لي جا سيتا ظا سيتا على الجا تربيع سيتا. طب ما دي جا سيتا اهي بواحد، وهنا هيفضل جا سيتا. طيب الظا سيتا في البسط، طب ما تيجي نعملها جا سيتا على جتا سيتا. طب مش هي دي بالنسبه لي كانها على شرطه الكسر ودي جا سيتا؟ انا بحب الطريقه دي جدا. طب هيساوي ادي جا سيتا على جتا سيتا، طبعا دي مقامها واحد، العلا هقلبها فيه وشقلب ده، يبقى دي واحد على جا سيتا، دي هتروح مع دي، يبقى هيفضل لي واحد على جتا سيتا. واحد على جتا سيتا اللي هي ما فيهاش التاء اللي هي قاسيتا، يبقى بالنسبه لي الاجابه الصح هي قاسيتا اللي هو الاختيار رقم دي. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي 6 جتا تربيع سيتا ناقص جتا تربيع سيتا زائد 1 على 7 جتا سيتا، هقدر اتعامل مع المساله دي ازاي؟ طيب تعالى كده نشوف، هي دي كده 6 جتا تربيع سيتا، هو جايب لك دي لخبطك. طب مش ده واحد اهو، بص زائد 1، ومش دي سالب جتا تربيع؟ ما دي سالب جتا تربيع. طب ملاحظ ايه من الاثنين دول كده؟ اهم اهم على 7 جتا سيتا. انا عارف دي يا باشمهندس، واحد ناقص جتا تربيع اللي هي جتا تربيع، اقول لك صح، يبقى دي بالنسبه لي جتا تربيع سيتا. طب ما هو دي 6 جتا تربيع وكمان جتا تربيع، يبقى بالنسبه لي 7 جتا تربيع سيتا. طب ما هي مقسومه على 7 جتا سيتا، فالسبعه مع السبعه والجتا هتروح مع جتا من فوق، يبقى يفضل لي جتا سيتا بس. يبقى بالنسبه لي الاجابه الصح هي جتا سيتا اللي هو الاختيار رقم ب. رقم 25 يا باشمهندس بيقول لي قاسين زائد ظا سين في واحد ناقص جا سين على الجتا سين، هعمل معاها ايه؟ واحده واحده. القاس سين دي اللي هي واحد على جتا سين، صح؟ طيب والظا سين عباره عن جا سين على جتا سين. جميل. فالقوس ده كده شكله هنوحد المقام، تمام، ومضروب في القوس الثاني اللي هو واحد ناقص الجا سين على واحد، تمام. طب والمقام؟ المقام كده كده في ايه؟ جتا سين، مفيش مشكله. تعالى نوحد القوس الاولاني ده، المقام هيبقى ايه؟ جتا سين، والبسط هيبقى اجمعه مع بعض يبقى واحد زائد الجا سين. طب ما هي دي مضروبه في واحد ناقص الجا سين على واحد، كل ده في البسط على فكره على جتا سين. جميل. طب وبعد كده؟ طب ما دول عددين مترافقين، صح؟ الاول في الاول يديني واحد، موجب في سالب بسالب، جا في جا بجا تربيع سين على جتا سين في واحد اللي هي جتا سين، خلي بالك ده كله في البسط على جتا سين. طب ما واحد ناقص جتا تربيع اللي هي جتا تربيع سين ومقسومه على جتا سين، وبعد كده كمان جتا سين. طب ما هي جتا تربيع على جا سين يفضل لي جتا سين واحده، والمقام فيه جتا سين، فده هتروح مع دي يبقى الناتج بيساوي واحد. يبقى كل الهيصه دي يا باشمهندس وصلت في الاخر ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي واحد. رقم 26 يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ طيب تعالى نشوف، جتا تربيع سين زائد، كلام كبير قوي. طيب المقام كده انت لازم تلاحظ وتبقى لماح، دي واحد ناقص جا سين ودي واحد زائد جا سين، صح؟ طب ما انا ممكن يا باشمهندس اوحد المقام، فما اوحد المقام خلي بالك الاثنين دول بيتضربوا في بعض، فهم لما يتضربوا في بعض دول عددين مترافقين، فخلي بالك بقى المقام هيبقى عباره عن واحد سالب في موجب بسالب، جا في جا يديني جا تربيع سين، وطالما ضربت المقامين في بعض اضرب مقص يا باشمهندس. تمام تمام. طب ما تيجي نضرب يلا، جتا تربيع سين في واحد بجتا تربيع سين، جتا تربيع سين في جا سين يبقى بالنسبة لي موجب جا سين جتا تربيع سين. تعال نكبر الشرطة دي كده شوية. طب هنضرب ده واحد في جتا سين بواحد جتا سين، لا جتا تربيع، سالب جا سين في دي يبقى سالب جا سين جتا تربيع سين. طب ما دي جا سين جتا تربيع فهتروح مع دي، طب ما دي جتا تربيع ودي جتا تربيع، يبقى بالنسبة لي كام يا باشمهندس؟ يبقى بالنسبة لي اتنين جتا تربيع سين. طب ما هي واحد ناقص الجتا تربيع اللي هي
جتا تربيع سين، الجتا هتروح مع الجتا يبقى يفضل لي في الاخير 2، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم ايه؟ رقم 27 يا باشمهندس بيقول لي جتا سين زائد 1 على قوس ناقص جتا تربيع سين، اعمل فيها ايه؟ واحده واحده. طيب مش القاضي، تعالى واحده واحده عشان تفهمني. ادي الجتا سين زائد 1، القاضي ممكن اكتبها 1 على جتا سين. فخلي بالك من حاجه مهمه، ان مقام المقام بسط. ازاي يعني؟ ده هتروح تتضرب في الاثنين دول، فما تتضرب فيهم هما الاثنين يبقى جتا سين في جتا سين بجتا تربيع سين، جتا سين في 1 بواحد جتا سين، يبقى المساله دي خلاص اللي هو الطرف ده. وهنا قال لك كمان ناقص جتا تربيع سين. طب ما هو الجتا تربيع هتروح مع السالب جتا تربيع، يبقى يفضل لي جتا سين بس، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح هو رقم ألف يا باشمهندس. سهله سهله باذن الله. رقم 28 بيقول لي 1 ناقص ظا س على 1 ناقص ظا س. في طريقه ان انت يا باشمهندس هتبدا تفك الظا هنا وتفك الظا هنا، وبعدين توحد المقام وبعدين تختصر. فانا قلت لك الطريقه دي، طب ما تيجي اقول لك طريقه شيك قوي. ايه هي؟ مش المقام 1 ناقص ظا؟ ايوه. طب ما هو الواحد ده لو انا قسمته على الظا هيديني ظا. بتلمح ليه يا باشمهندس؟ تعالى اقول لك بتلمح ليه. لو انا خدت الظا عامل مشترك في البسط الظا س، يبقى بالنسبه لي هقول 1 على ظا س، ما هو 1 على ظا اللي هي بالنسبه لي ظا س، وبعد كده ناقص ظا س على ظا س اللي هي بواحد، تمام. والمقام هنا 1 ناقص ظا س، انا عايز اخليه ظا س ناقص 1. طب ما سهل، خد سالب عامل مشترك يبقى بالنسبه لي ادي ظا س ناقص 1، صح. طب يا باشمهندس ما دي كده هتروح مع دي والسالب هيطلع فوق، يبقى كل الكلام ده طلع بسالب ظا س يا باشمهندس اللي هو بالنسبه لي الاختيار رقم ايه؟ رقم الف. سهله سهله. رقم 29 بيقول لي ق سيتا ناقص جتا سيتا الكل تربيع زائد جتا سيتا. مساله طويله وعريضه قوي، بس تعالى كده هنشوف نوصل لايه في الاخر. هل في طريقه سهله بدل ما نقعد نفك الكلام ده؟ تعالى كده نفكر. دي ق دي جتا دي سيتا، لا اعتقد مفيش. ولو حد في طريقه سهله يبقى يقول. طب تعالى نبدا نفك كده ونشوف هنوصل لايه. مربع الاول يبقى بالنسبه لي ق تربيع سيتا، بعدين الاشاره في النص سالب، اضرب الاثنين دول في بعض يبقى 2 ق سيتا جتا سيتا. خلي بالك ان القا اللي هو مقلوب الجتا اللي هي 1 على جتا، فيبقى بالنسبه لي دي كده بواحد عشان تبقى عارف. بعد كده يبقى بالنسبه لي زائد جتا تربيع سيتا، تمام. ده كده الحد الاول. طب تعالى نفك الثاني، يبقى بالنسبه لي قتا تربيع سيتا، وادي سالب 2 قتا سيتا في الجا سيتا، خلي بالك دي مقلوب دي برضه فدي بواحد، والاخير يبقى سالب جا تربيع سيتا. جميل، خلي بالك في سالب هنا فاكتبه، يبقى دي بالنسبه لي زتا تربيع سيتا. بعد كده يا باشمهندس هيبقى بالنسبه لي سالب واتنين في الاول في الثاني، 2 ظا سيتا زتا سيتا، خلي بالك دي مقلوب دي برضه فدي بواحد، بعد كده زائد ظا تربيع سيتا. جميل جدا. طيب واحده واحده بقى معايا يا باشمهندس عشان الليله كبرت. هنا فضل ق تربيع سيتا، وهنا في سالب 2، وفي هنا جتا تربيع سيتا، في هنا قتا تربيع سيتا، وفي هنا سالب 2، ما سالب 2 في 1 زائد الجتا تربيع سيتا. السالب هيخش على دول كلهم، فسالب هيبقى دي سالب زتا تربيع سيتا، سالب في سالب وموجب يبقى دي موجب 2، خلي بالك دي سالب 2 بس، وسالب في ظا يبقى سالب ظا تربيع سيتا. طيب مبدئيا السالب 2 مع الموجب 2، صح كده يا باشمهندس؟ تمام. فيفضل لي من هنا ايه بقى؟ ركز بقى معايا، هيفضل من هنا الرقم هو سالب 2 عشان بس نخلص من الارقام دي، تمام. طيب ايه بقى اللي فاضل لي هنا؟ خلي بالك في هنا جتا تربيع وجا تربيع، لو جمعتهم هيديني 1، يبقى دي زائد 1. طب تاني ق تربيع سيتا بالنسبه لي زائد القتا تربيع، وعندي هنا سالب زتا تربيع مع سالب ظا تربيع سيتا، خلي بالك من الكلام ده. ما انا ممكن اخد كل واحده مع اللي شبهها. ازاي؟ انا عندي قتا تربيع وعندي سالب زتا تربيع، ما انا عارف ان قتا تربيع ناقص زتا تربيع دي بكام يا باشمهندس؟ بالنسبه لي 1، صح؟ يبقى دي كده بالنسبه لي بواحد، ونشطب عليهم كده. طب ايه تاني؟ طب ما انا عندي ان القتا تربيع برضو يا باشمهندس ناقص الزتا تربيع اللي هي دي بالنسبه لي بواحد، يبقى دي كده برضو بايه؟ بموجب واحد، تمام. السالب 2 هيروح مع واحدين من هنا، يبقى هيفضل واحد بس. يبقى كل الليله دي يا باشمهندس صفصفت على كام؟ صفصفت على 1. رقم 30 بيقول لي اذا كان قتا تربيع سيتا بيساوي 25 على 9 فان زتا تربيع. اقول له ما تضحكش عليا، ما انا عارف العلاقه. العلاقه بتقول لك ايه؟ قتا تربيع سيتا ناقص زتا تربيع سيتا بيساوي 25 على 9.
تمام، بيساوي واحد يعني يا جدعان واحد. تمام، طب ما هو القطة تربيع ب 25 على 9. طب يبقى لو انا عايز الزطة تربيع دي هوديها الناحية التانية واجيب الواحد هنا، صح؟ يعني كأنها زطة تربيع سيتا هتساوي، انا جبتها هنا، يبقى تساوي قطة تربيع سيتا ناقص ايه؟ ناقص الواحد، يبقى يساوي قطة تربيع اللي هي 25 على 9، والواحد ده ممكن نكتبه 9 على 9، ما هو 9 على 9 فيها الواحد عشان اوحد المقام هنا. يبقى هنا 9 و25 ناقص 9 يبقى كام؟ 16. يبقى بالنسبة لي الإجابة الصح هي 16 على 9 اللي هو الاختيار رقم ج. رقم 31 بيقول لي إذا كان ذا تربيع سيتا بيساوي 15 فإن ق تربيع، أقول له أنا عارف العلاقة. أنا عارف إن 1 زائد ذا تربيع سيتا بيساوي ق تربيع سيتا. يبقى دي 1 زائد ذا تربيع اللي هي ب 15، ما 1 و15 يبقى 16، يبقى ق تربيع بتساوي 16 اللي هو الاختيار رقم د. رقم 32 بيقول لي إذا كان ذا سيتا بيساوي تلت فإن ق تربيع، ما إحنا لسه قايلين من شوية بالنسبة لي أهي في العلاقة اللي لسه جايبينها فوق أهي أهي، إن هنا القطة تربيع ناقص الزطة تربيع بيساوي واحد، صح؟ طيب هو عايز قيمة القطة، يبقى أنا هودي الزطة الناحية التانية، يبقى أنا بالنسبة لي إن قطة تربيع سيتا هيساوي واحد زائد الزطة تربيع سيتا. طب هو عايز قيمة القطة تربيع، يبقى هتساوي واحد زائد زطة تربيع، خلي بالك اللي هو تلت لما أربعه يبقى 9، يبقى بالنسبة لي 1 على 9. طب ما تيجي نخلي الواحد ده 9 على 9 برضه، يبقى المقام ب 9 و1 و9 يبقى 10، يبقى بالنسبة لي 10 على 9، فالاختيار الصح هو رقم كام؟ رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان جا سيتا زائد القطا سيتا بيساوي 5 فإن جا تربيع سيتا زائد قطا تربيع سيتا. طيب أقول له والله أنا مش هعرف أوصل للتربيع إلا لما أربع ضهم، فأنا هربع ده، هربع الجا سيتا زائد القطا سيتا وأدي لهم تربيع. بس خلي بالك هو كانوا ب 5، فلما أربع قيمتهم برضه يبقى 5 تربيع ب 25. ربع يا باشمهندس الأول تربيع، يبقى جا تربيع سيتا زائد 2 في الأول في التاني، 2 في جا سيتا في قتا سيتا. طب ما هو الجا مقلوب القتا يا باشمهندس خلاص راحت، زائد قتا تربيع سيتا بيساوي كام؟ 25. طب خلي بالك من حاجة مهمة، دي جا تربيع زائد قتا تربيع، هنا بس زائد 2 فوداها الناحية التانية، يبقى بالنسبة لي إن جا تربيع سيتا زائد القطا تربيع سيتا هيساوي 25 ناقص 2 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 23، يبقى القيمة دي ب 23 اللي هو الاختيار رقم ج يا باشمهندس. خلاص جميلة جميلة بإذن الله. تعال نشوف اللي بعده. رقم 34 بيقول لي إذا كان جا سيتا ناقص الجتا سيتا بيساوي 4 على 5 فإن الجا سيتا قد الجتا سيتا. أقول له برضو الحد ده هو الحد الأوسط بتاع القوس تربيع، فانا علشان اوصل له انا همسك ده ربعه، يبقى دي بالنسبه لي جا سيتا ناقص الجتا سيتا بالنسبه لي الكل تربيع. بس خلي بالك انا ربعت الطرف ده فهربع ده، الاربعه تربيع ب 16 والخمسه تربيع بكام؟ ب 25. فك ده بقى، 2 الاول مربع الاول جا تربيع سيتا ناقص 2 في الاول في الثاني ناقص 2 جا سيتا جتا سيتا، وده اللي انا بدور عليه، زائد الجتا تربيع سيتا بيساوي 16 على 25. طب ما هو الجتا تربيع زائد الجتا تربيع بواحد، يبقى 1 ناقص 2 جا سيتا جتا سيتا بيساوي 16 على 25. خلي بالك انا عايز دي بالموجب، طب ما تيجي كده نودي دي الناحيه دي ونجيب دي هنا، يبقى 1 ناقص 16 على 25 هيساوي 2 جا سيتا جتا سيتا. تمام، طب يا باشمهندس 1 ناقص 16، ما تيجي نخلي الواحد ده 25 على 25، يبقى المقام هنا ب 25، 25 ناقص 16 يبقى 9، هيساوي الاتنين جا سيتا جتا سيتا. طب معلش عايز اخلص من الاتنين لان هو مش عايزها، فاضرب هنا في نص واضرب هنا في نص، فالاتنين هتشيل النص، هنا بقى لما اضرب 1 في 9 ب 9 و2 في 25 ب 50 يبقى قيمتها 9 على 50 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د. السؤال اللي بعده رقم 35 بيقول لي اذا كان قتا سيتا ناقص الزتا سيتا بيساوي تلت فان قتا سيتا زائد الزتا سيتا، اقول له حاضر. طيب دلوقتي يا باشمهندس انا كل العلاقه اللي انا عارفها معايا علاقه مهمه قوي اللي هي ايه؟ ان القطة تربيع سيتا ناقص الزطا تربيع سيتا بيساوي كام؟ بيساوي 1. طب ما دي ممكن تتحل الفرق ما بين مربعين، هي عباره عن قطة سيتا ناقص زطا سيتا سيتا مضروبه في القطة سيتا زائد الزطا سيتا بيساوي 1. طب ما انت اديت لي معلومه ان القطة سيتا في الزطا سيتا بتلت، صح؟ هو تلت في كام؟ بيديني 1، اكيد تلته في مقلوبه اللي هو 3 على 1، يبقى بالنسبه لي قيمه القطا سيتا زائد السطا سيتا بيساوي 3 اللي هو الاختيار رقم ا يا باشمهندس. وتعال نشوف اللي بعده.
بيقول لي ايه؟ بيقول لي ظا سيتا زائد ظا سيتا بيساوي 3، فان ظا تربيع زائد ظا تربيع قلناها كتير، انا مش هعرف اوصل لها الا مربع الطرفين، فانا المربع دي هتبقى ظا سيتا زائد ظا سيتا الكل تربيع، فمربع التلاتة دي تربيع تبقى بكام؟ تبقى بتسعة. تمام، تعالى نفك دي. الاول تربيع ظا تربيع زائد 2 في الاول في الثاني. طب ما الظا مقلوب الظا فدول بواحد، زائد ظا تربيع سيتا بيساوي كام؟ بيساوي 9. طب ركز لي، هو عايز الظا تربيع زائد الظا تربيع بس، يبقى انا كل اللي عليها اودي الاثنين الناحيه الثانيه، يبقى الظا تربيع سيتا زائد الظا تربيع سيتا هيساوي 9 ناقص 2 بيساوي 7، يبقى قيمه المقدار ده بيساوي 7 اللي هو الاختيار رقم. السؤال اللي بعده بيقول لي يا باشمهندس جا اس 4 سيتا ناقص جتا اس 4 سيتا. طيب والله يا باشمهندس انا شايف في المقام جتا تربيع ناقص جتا تربيع، فدي كده ممكن افكها فرق ما بين مربعين. كنا بنعمل قوسين كده يا باشمهندس واقسم الاس، هو اس 4 يبقى دي جا تربيع سيتا ناقص جتا تربيع سيتا، قوس سالب وقوس موجب، وهنا جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع ايه سيتا، كل الكلام ده على جا تربيع سيتا ناقص جتا تربيع سيتا. تمام، مبدئيا دي كده هتروح مع دي، والجتا تربيع زائد الجتا تربيع بيساوي واحد، يبقى كل القيمه دي بتساوي واحد يا باشمهندس. جيب بصيت في الاختيارات مفيش واحد، تعال نجرب. هل الظا في القا بواحد؟ لا، هي الظا في الظطا فدي غلط. هل الجتا تربيع ناقص الجتا تربيع بواحد؟ لا، هي جتا تربيع زائد جتا تربيع فدي غلط. هل القا تربيع ناقص الظطا تربيع بواحد؟ اقول له ايوه يبقى دي صح. هل الظا تربيع ناقص القا تربيع بواحد؟ لا، ده الظا تربيع ناقص القا تربيع بسالب واحد، ولكن القا تربيع ناقص الظا تربيع هي بالنسبة لي اللي بموجب واحد. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان جا أس أ سيتا، القتا دي يا باشمهندس ممكن أكتبها واحد على جا أس ستة سيتا، لما تيجي نضربهم في بعض يبقى دي جا أس أ سيتا على جا أس ستة سيتا. هو قال لك إن الناتج بيساوي جا سيتا، طب ما هو عند الاسم بطرح الأسس، أنا عايز الأس واحد فأكيد الألف دي بكام؟ بسبعة، عشان لما أطرح الأسس يا باشمهندس يبقى سبعة ناقص ستة بيساوي واحد، يبقى أكيد الألف ده بيساوي سبعة اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم د. تعالى نشوف السؤال اللي بعده. رقم 39 بيقول لي جا أس 3 سيتا زائد جتا أس 3 سيتا على واحد ناقص جا سيتا جتا سيتا. طيب يا باشمهندس هقدر أعمل فيها إيه؟ تعالى كده نشوف. هو أنا الوقت يا باشمهندس لو عملت حاجة ظريفة ده كده مجموع مكعبين، لو جيت أفكه كنت باخد الجزء التكعيبي بتاع الاول اللي هو جتا سيتا والجزء التكعيبي بتاع الثاني اللي هو جتا سيتا، بعد كده القوس الكبير بربع الاول اللي هو جتا تربيع سيتا، اغير الاشاره اللي في النص يبقى سالب، اضربهم في بعض يبقى جتا سيتا جتا سيتا، بعد كده ربع الثاني بالنسبه لي اللي هو جتا تربيع سيتا، كل الكلام ده على واحد ناقص الجتا سيتا جتا سيتا. طب مبدئيا معلش، ما هو الجتا تربيع زائد الجتا تربيع دي بواحد، يبقى دول هشيلهم واحط واحد، طب ما هو طلع لي واحد ناقص جا سيتا جتا سيتا اللي هي في المقام فدي هتروح مع دي، يبقى يفضل لي جا سيتا زائد جتا سيتا، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح هو رقم بقى يا باشمهندس، ما هو الجا زائد الجتا هي هي الجتا زائد الجا لان الجمع عمليه ابتدائيه. رقم 40 يا باشمهندس بيقول لي واحد ناقص جتا سين على جا سين زائد جا سين على واحد ناقص الجتا سين، هعمل معاها ازاي او اتعامل مع المساله دي ازاي يا باشمهندس؟ تعالى كده نشوف. انا دلوقتي لو انا جيت مثلا فكرت في توحيد المقام فانا عايز اوحد المقام فلازم هضرب الاثنين دول في بعض، فركز لي بقى، لما اجي اضربهم في بعض هيبقى بالنسبه لي جا س مضروبه في واحد ناقص الجتا س، بس خلي بالك من معلومه مهمه، لما بتيجي يا باشمهندس توحد المقام طالما ضربتهم في بعض تقدر تضرب مقص، ده اختصارا للوقت، يبقى هنا واحد ناقص جتا س في واحد ناقص جتا س اللي هي واحد ناقص الجتا س الكل تربيع زائد الجا س في الجا س اللي هي جا تربيع س، جميل جدا. طب ما تيجي كده نفك القوس ده يا باشمهندس بعد اذنك، الاول تربيع اللي هو واحد ناقص 2 في الاول في الثاني اللي هي 2 جتا س، بعد كده الجتا س تربيع جتا تربيع س، تمام، زائد الجا تربيع س، كل الكلام ده على جا س في واحد ناقص الجتا س، جمال كلام حلو. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس دي جتا تربيع ودي جتا تربيع، طب ما دول مجموعهم واحد، طب ما هو في واحد هنا وكمان يبقى 2، يبقى دي 2 ناقص 2 جتا س على جا س في واحد ناقص الجتا س، الاثنين دي متكرره خدها عامل مشترك فيفضل لي واحد ناقص الجتا س على جا س في واحد ناقص الجتا س، فدي هتروح مع دي يبقى يفضل لي 2 على جا س اللي هي بتساوي 2، دي جا يبقى مقلوبها اللي فيها التاء اللي هي قطع
فبالنسبة لي 2 قطع س يبقى بالنسبة لي الاختيار الصح رقم ب. كل اللفة دي يا باشمهندس عشان حاجة صغيرة خالص. رقم 41 بيقول لي ايه؟ مسألة طويلة وعريضة. بيقول لي ايه بقى؟ 1 زائد ج تربيع سيتا لكل تربيع زائد 2، 1 زائد ج تربيع سيتا، 1 ج تربيع وانا تربيع. دي لها طريقة ان انت ممكن تفك المسألة بتاعتك وتجمع. طيب ركز لي كده، اقول لك طريقة سهلة وتعرفها منين كمان، اللي يهمني ان انت تعرف هي جت منين. بص، دي كده 1 زائد ج تربيع سيتا الكل اس 2 صح، ودي كده 1 زائد ج تربيع سيتا الكل اس 2 تمام. اللي في النص ده هو 1 زائد ج تربيع سيتا اللي هي نص دي، هو قسم الاس، ودي نص دي، ودي 2. خلي بالك ده مقدار مربع كامل. عرفت منين؟ بعمل اختبار اللي في النص، باخد جذر الاول اللي هو 1 زائد ج تربيع، وجذر الاخير اللي هو 1 زائد ج تربيع في 2، جبت الحد الاوسط تمام. طب ما ده المقدار المربع عشان كنت بعمله بقوم عامل قوس واحط تربيع واحط الاشاره اللي في النص اللي هي هنا ايه؟ زائد. حلو، وباخد جذر الاول. لما اخد الجذر ده بتاع ده اهو، الجذر اروح مع الاس يبقى يفضل لي 1 زائد ج تربيع سيتا صح. طيب وبعدين اخد جذر الاخير برضه هيروح مع الاس، فيفضل لي ايه؟ 1 زائد الجا تربيع سيتا. طب معلش ما تيجي نجمع، 1 زائد 1 يبقى بالنسبه لي 2، وجا تربيع زائد جتا تربيع ما هي بواحد، يبقى دي 2 زائد 1 الكل تربيع. 2 زائد 1 كام؟ 3. 3 تربيع بكام؟ ب9. كده يا باشمهندس ده اتحلت. اه والله، ما انا عايزك دايما تفكر بالذكاء. اكيد انا حاولت في المساله دي وفكرت فيها برضو بان انا افك، بس انا دايما لازم اوصل لحل تاني اسهل. يبقى انا بالنسبه لي خليك لماح، لو انت فكيتها هتاخد منك وقت طويل جدا جدا وممكن تتلخبط وانت بتجمع، فليه الدوشه دي كلها؟ حلها بالطريقه دي تبقى سهله باذن الله. رقم 42 بيقول لي ايه؟ بيقول لي 3 جتا تربيع 36 زائد 3 جتا 54 جتا 36. بص بقى واقول لك التريكايه، اقول لك بيفكروا ازاي وما بيحطوا المسائل. لما تلاقي الزوايا متغيره، دي 36 ودي 54، اعرف ان الجا بيساوي الجتا امتى؟ المتممه. يعني ايه؟ لازم ابقى عارف ان جتا 54 بتساوي جا المتممه اللي هي 36. يبقى انت حر، ممكن تشيل الجتا 54 وتحط جا 36 والعكس. بس انا هشيل دي عشان اخليها جا 36 في جا 36 بجا تربيع، ودي جا تربيع اللي هي 36 برضو اجمعها. فهمت؟ تمام. يبقى المساله اصبحت 3 جا تربيع 36 زائد دي 3 اهي، وقلنا الجا 54 هشيلها وتبقى جا 36 في جا 36 يبقى 3 جا تربيع ايه؟ 36. طب حط ال 3 كده عامل مشترك، يفضل لك جا تربيع 36 زائد جا تربيع 36. طب ما هو جتا زائد جا نفس الزاوية بواحد، 3 في 1 بيساوي 3، يبقى كل الطرف ده في 3. طب ما هو قال لك بقى إن ال 3 بتساوي 7 ناقص ال 2 ألف، وأدي ال 2 ألف هنا وأدي ال 3 هنا. 2 ألف هتروح بالموجب يبقى يساوي 7 ناقص 3 ب 4، على 2 فعل 1 على 2 فعل 2، يبقى إذا الألف بيساوي كام؟ الألف بيساوي 2. هنا هو عايز الألف تربيع اللي هي 2 تربيع ب 4 زائد 1 يبقى 5، يبقى بالنسبة لي الاختيار رقم ج هو الاختيار الصح. رقم 43 يا باشمهندس بيقول لي جا سيتا ناقص جتا سيتا الكل اس 4 ناقص جا سيتا زائد جتا سيتا الكل اس 4. هل يا باشمهندس انت من دراستك عرفت تتعامل مع حاجه اس 4؟ لا، ولكن خليني لماح، ده كده فرق ما بين مربعين صح يا باشمهندس؟ تمام. فالفرق ما بين مربعين ده عشان نعمله قلنا بنعمل مره قوس موجب وقوس سالب وبقسم الاس ده على 2 تمام. يبقى خلي بالك بس من الاقواس لان هي دي الفكره اللي هتغلطك. قوسين بس ايه محترمين اهم، وركز بقى هنعمل ازاي. هيبقى بالنسبه لي القوس الاول اللي هو جا سيتا ناقص الجتا سيتا كل تربيع، هيبقى بالنسبه لي ناقص، وركز بقى معايا، في الجا سيتا زائد الجتا سيتا الكل تربيع. كده انا خدتهم مره بالسالب فاخدهم هنا بالموجب، يبقى جا سيتا زائد الجتا سيتا الكل او ناقص بقى ناقص برضو الكل تربيع، الزائد هيبقى هنا اهو بالنسبه لي جا سيتا زائد الجتا سيتا الكل تربيع. خلاص تمام. تعالى بقى نبدا نفكه بالراحه عليا عشان ما تغلطش. هفك ده يا باشمهندس، يبقى دي جا تربيع سيتا، جا تربيع سيتا ناقص 2 في الاول في الثاني، يبقى ناقص 2 جا سيتا جتا سيتا، وفك ده يبقى بالنسبه لي جتا تربيع سيتا صح، ناقص ركز لي بقى، هفك ده هيديني جا تربيع سيتا زائد 2 جا سيتا جتا سيتا، والاخير تربيع اللي هو جتا تربيع سيتا. جميل. جا تربيع زائد جتا تربيع اللي هي بواحد، يبقى اللي فوق ده هو 1 ناقص 2 جا سيتا جتا سيتا، انا بفك القوس ده الاول لوحده.
طب دي جتا تربيع زائد جتا تربيع، ما دي بواحد، يبقى دي كأنها واحد زائد اتنين جتا سيتا جتا سيتا، بس السالب هيخش عليهم ويغير اشارتهم، يبقى بالنسبة لي دي سالب واحد وسالب اتنين جتا سيتا جتا سيتا. طيب خلي بالك الواحد هيروح مع السالب واحد، يبقى يفضل سالب اتنين وسالب اتنين اللي هي سالب اربعة جتا سيتا جتا سيتا. خلي بالك ده كده بس القوس الاول، تعال بقى نروح للقوس التاني اللي هو ده. خلي بالك انت لسه فاكر الجتا سيتا ناقص الجتا سيتا لكل تربيع، انا لسه فاكر اهو، اهو يا باشمهندس بواحد ناقص اتنين جتا سيتا جتا سيتا، ملهاش داعي ان انا اكتبها تاني. طب ما انا لسه فاكر القوس ده برضو اللي هو جتا سيتا زائد جتا سيتا اللي هو واحد زائد اتنين جتا سيتا، وهنا زائد، يبقى هيفضل زي ما هو واحد زائد اتنين جتا سيتا جتا سيتا. جميل جدا. طيب الوقت يا باشمهندس السالب اتنين مع الموجب اتنين هيفضل واحد زائد واحد باتنين، يبقى هنا القوس ده طلع كله باتنين، يبقى اضرب القوسين دول في بعض، يعني هضرب ده في اتنين، سالب اربعة في اتنين هيديني سالب تمانية جا سيتا جتا سيتا، يبقى هو ده الناتج. طيب في الاجابات مفيش حاجة فيها سالب تمانية الا دي، تمام مفيش مشكلة، هو فعلا الاختيار ده. ازاي؟ هيساوي ادي سالب تمانية اهي يا عم، الجا عشان تنزل المقام هتنزل باللي فيها التاء اللي هي قتا سيتا، والجتا عشان تنزل المقام هتنزل من اللي شفاها التاء يبقى قاسيتا. يبقى حتى السؤال طويل وما كفاهوش، هو جايب تركيبه بسيطه، ولكن على مين بقى؟ لازم تكون مصحصح يا باشمهندس، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. السؤال رقم 44 بيقول لي اذا كانت سيتا قياس زاويه حاده فان القيمه دي، طيب عمال يكبر في المسائل بس والله، ولكن نفس الفكره. ده يا باشمهندس انا مش بعرف اتعامل مع الواحد ناقص الجا بس، ما انا اعرف اتعامل مع الواحد ناقص جا تربيع. طب ما تيجي نضربه فيه ازاي؟ ركز لي بقى، ادي الجذر الاول اهو، جذر اهو كبير، واحد ناقص الجا سيتا على واحد زائد الجا سيتا، انا هضربه في واحد ناقص الجا سيتا، وهنا برضه في واحد ناقص الجا سيتا. جميل. طب ما تركز لي كده، البسط هيديك ايه؟ هيديني لسه الجذر مكمل معايا، واحد ناقص الجا تربيع سيتا اللي هي جتا تربيع، والمقام واحد في واحد بالنسبه لي واحد، موجب في سالب بسالب، سوري دي واحد ناقص جا سيتا الكل تربيع، انا اتلخبطت مع المقام بس اهو، واحد ناقص جا سيتا الكل تربيع، هنا هيبقى واحد موجب في سالب بسالب جا في جا، يبقى بالنسبه لي جا تربيع سيتا. طب ما هو اللي زيه بقى دي ناقص في ايه؟ ادي الجذر هتبقى واحد زائد الجا سيتا على واحد ناقص الجا سيتا، اضرب في مرافق ده اللي هو واحد زائد الجا سيتا على واحد زائد الجا سيتا، ادي الجذر هيبقى بالنسبة لي هنا واحد زائد الجا سيتا الكل تربيع، على بالنسبة لي هنا يا باشمهندس فوق ده هيبقى بالنسبة لي واحد ناقص الجا تربيع سيتا برضه، صح كده يا باشمهندس؟ جميل جدا. طيب هنوصل لإيه يا باشمهندس بقى من هنا؟ ركز لي بقى معايا، هنا واحد ناقص الجا تربيع ناقص جا سيتا الكل تربيع، لو أنا جيت فكيته هيديني إيه؟ ركز بقى معايا، هيديني حاجة مهمة أهي، أدي الجذر الأول تربيع، أو دي واحد ناقص الجا سيتا، ماشي ماشي، الأول تربيع بواحد ناقص اتنين في جا سيتا زائد الأخير تربيع اللي هو جا تربيع سيتا، صح يا باشمهندس؟ تمام. وهنا واحد ناقص الجا تربيع سيتا اللي هي بالنسبة لي إيه يا باشمهندس؟ اللي هي بالنسبة لي جا جتا تربيع. طب ليه الفك بقى؟ أنا بقول برضو المسألة ليها تطول مني كده، وأنا أقول لك الوقت فكرة ذكية خالص، هي الواحد ناقص جتا تربيع، خلينا نتفق إن هي جتا تربيع سيتا أو سيتا، وهنا دي برضه هي بالنسبة لي جتا تربيع سيتا. طب مش الجذر هيشيل القص بتاع البسط، قص المقام بس وريح دماغك يا عم، يبقى هيفضل من هنا واحد ناقص الجا سيتا، والمقام هيشيل من عليه القص يبقى هي جتا سيتا بس، هنا هيبقى ناقص، هيشيل القص من هنا يبقى واحد زائد الجا سيتا، والمقام هيبقى جتا بس يبقى جتا سيتا. طب ما هو المقام متوحد بجتا سيتا، واجمع واطرح البسط، يعني غير اشارات ده يبقى دي واحد ناقص الجا سيتا، غير اشارات ده يبقى سالب واحد ناقص اتنين جا سيتا، الواحد مع السالب واحد، وهنا بالنسبه لي سالب جا سيتا وسالب جا سيتا، يبقى بالنسبه لي سالب اتنين جا سيتا مقسومه على الجتا سيتا، جا على جتا بظا وفي سالب اتنين يبقى سالب اتنين ظا سيتا، يبقى كل المساله دي هي بسالب اتنين ظا سيتا اللي هو الاختيار رقم، خلاص؟ هو بس والله بيكبر لي في المساله مش اكتر. كده خلصت الورقة دي، تعال نشوف اللي بعده. رقم 45 يا باشمهندس بيقول لي إيه؟ بيقول لي جا تربيع سيتا زائد جتا أس 4 على جتا تربيع زائد جا أس 4. هقول له أنا هعمل فكرة ذكية خالص، أدي الجا تربيع سيتا زائد الجتا أس 4 دي أنا هقسمها حاجتين، هي جتا تربيع سيتا
في جتا تربيع سيتا برضو، ونفس الفكرة في المقام دي هسيبها جتا تربيع سيتا وهقسم الجا أس 4 اللي هي جا تربيع سيتا في جا تربيع سيتا. طب قول لي يا باشمهندس معلش فكرتك ايه يعني في القسمة دي؟ هقول لك انا هاخد واحدة فيهم افكها ازاي، هتبقى دي جا تربيع سيتا زائد الجتا تربيع سيتا، وهفك الجتا تربيع لواحد ناقص جا تربيع سيتا، والمقام نفس الفكرة، هو هنا عندي جتا تربيع سيتا زائد الجتا تربيع سيتا، انا هفك الجتا تربيع لعبارة عن واحد ناقص الجتا تربيع سيتا. طب بعد كده يا باشمهندس انا هضربها فيها، ركز لي بقى، يبقى هنا جا تربيع سيتا زائد لما اضرب جتا تربيع في واحد هتديني جتا تربيع سيتا، ناقص هيبقى بالنسبة لي جتا تربيع في جتا تربيع يبقى جا تربيع سيتا جتا تربيع سيتا، على المقام هيبقى بالنسبة لي جتا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا هضربها في قوس يبقى جا تربيع سيتا ناقص الجتا تربيع في الجتا تربيع يبقى جا تربيع سيتا جتا تربيع سيتا. لو لاحظت دي جتا تربيع ودي جتا تربيع، دي جتا تربيع ودي جتا تربيع، وده شبه ده، يعني البسط هو هو المقام، يبقى الناتج بيساوي واحد، يبقى الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم ب. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي اذا كان ق تربيع سيتا زائد ظ تربيع سيتا بيساوي ك. طب واحده واحده كده يا باشمهندس، ما انا عارف ان ق تربيع زائد ظ تربيع لا علاقه، لا انا عارف ق تربيع ناقص ظ تربيع. طب يا باشمهندس طب ما تيجي نفك دي كده نشوفها بتساوي ايه. ق اس 4 ناقص ظ اس 4 اللي هي فرق ما بين مربعين، يبقى هي عباره عن ق تربيع سيتا ناقص ظ تربيع سيتا مضروبه في ق تربيع سيتا زائد ظ تربيع سيتا. جميل جدا. طب يا باشمهندس انت لسه قايل لي معلومه مهمه، ان ق تربيع زائد ظ تربيع اللي هي دي كده بكاف، وانا عارف ان ق تربيع ناقص ظ تربيع بواحد، يبقى ده عباره عن واحد في كاف بيساوي كاف، يبقى قيمه المقدار ده بيساوي كاف اللي هو الاختيار رقم ألف. رقم 47 بيقول لي اذا كان ق سيتا في ق سيتا ب 2 جذر 2، فعايز قيمه المقدار ده ق اس 6 ناقص ق اس 4. من هنا اخد ال ق اس 4 عامل مشترك، لان اقدر مش هقدر اتعامل مع الاسس دي، فيفضل لي ق تربيع سيتا ناقص 1. طيب والمقام يا باشمهندس، والله المقام سيبه دلوقتي كده اما نشوف هنعمل ايه في البسط. 8 ظ تربيع سيتا ج اس 4 سيتا، صح كده يا باشمهندس؟ تمام. طيب الق تربيع ناقص 1، والله يا باشمهندس انا عندي علاقه ان 1 زائد ظ تربيع اهو، 1 زائد ظ تربيع سيتا بيساوي ق تربيع سيتا، دي ق تربيع سيتا ناقص 1، يعني هو ودى الواحد الناحيه دي، يبقى ق تربيع ناقص 1 اللي هي بالنسبه لي ايه يا باشمهندس؟ اللي هي بالنسبه لي ظ تربيع، يبقى انا بالنسبه لي دي كده اللي هي ظ تربيع سيتا. طب ما هو في ظ تربيع سيتا في المقام فتفضل شيلها يا باشمهندس. تمام. طب خلي بالك ان دي جا، الجا دي اللي هي 1 على اللي فيها التاء بقى اللي هي قتا اس 4 سيتا، صح؟ فدي بالنسبه لها هتطلع فوق في البسط، صح يا باشمهندس؟ يبقى البسط هو ق اس 4 سيتا مضروب في قتا اس 4 سيتا، على كل الكلام ده على كام؟ على 8 يا باشمهندس. خلاص تمام. هل دي موجوده في الاجابات؟ لا، هو قال لي ان ق سيتا قتا سيتا ب 2 جذر 2. طب انا هقول له والله يا باشمهندس فكره ذكيه جدا جدا، ايه هي؟ انا دلوقتي هاخد من ده الاس ازاي؟ يعني دي ق سيتا وادي قتا سيتا، ما هي الكل اس 4، ما هو الاس بينزل عليهم هما الاثنين على 8، يعني ده هيساوي 2 جذر 2 الكل اس 4 على 8، 2 اس 4 ب 16، جذر 2 اس 4 اللي هو جذر 2 اس 2 ب 2 اللي هو 4 على 8، مع ال 8 في 1 على 8 في 2 يبقى 2 في 4 ب 8، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم دي. رقم 48 يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ بيقول لي ق سيتا ناقص جتا سيتا على قتا سيتا ناقص جا سيتا بيساوي ظ نون سيتا. طيب والله انا مش هعرف اتعامل مع دي الا لما افك ازاي. الق سيتا اللي هي 1 على الجتا سيتا ناقص الجتا سيتا دي، والله اسميها على 1. تمام تمام. طيب الوقت يا باشمهندس او سيبها دلوقتي، القتا سيتا هي 1 على جا سيتا ناقص الجا سيتا دي يا باشمهندس اللي هي جا سيتا عادي. عندك بقى ان انت الوقت هتبدأ توحد المقام بتاعك وتبدأ تحل المسألة بتاعتك ازاي. هيساوي لما اوحد هنا المقام بواحد في جتا هيديني ايه؟ هيديني جتا سيتا. من حقك تضرب مقص، واحد في واحد بواحد ناقص جتا سيتا بجتا سيتا اللي هي جتا تربيع سيتا، على هنا برضه واحد المقام بجا سيتا، ومن حقك تضرب مقص لان انت ضربت المقام، واحد في واحد بواحد يبقى دي واحد ناقص جتا تربيع سيتا. تمام. واحد ناقص جتا تربيع اللي هي جا تربيع سيتا، على
جتا تربيع إيه؟ لا دي جتا سيتا، بس جتا سيتا مفيش تربيع. هنا واحد ناقص جتا تربيع اللي هي بالنسبة لي جتا تربيع سيتا على الجا سيتا. طب واحدة واحدة. بص يا باشمهندس انا ممكن الشكل ده مضايقك صح؟ انا عارف ومضايقني والله، فانا هعمله قسمة عادية اللي هي جا تربيع سيتا على جتا تربيع إيه؟ برضه انا مصر انها تربيع جتا سيتا بس، واقلب العلى في او سيبها يا عم على اهو، الجتا تربيع سيتا على الجا سيتا. اعملها في خطوة تانية، الجتا تربيع سيتا على الجتا سيتا، تمام كده اخيرا ما خدتهاش تربيع في، وشقلب دي هيبقى بالنسبه لي جتا سيتا هنا، وهنا هيبقى بالنسبه لي جتا تربيع سيتا. ده تربيع في جتا تربيع يبقى بالنسبه لي جا اس 3 سيتا، وهنا هيبقى جتا سيتا في جتا تربيع اللي هي جتا اس 3 سيتا، جا على جتا اللي هي ظا اس 3 سيتا. بيقول لك ان الكلام ده بيساوي ظا نون سيتا. خلي بالك النون هنا اجيب بكام؟ اجيب ب 3 اللي هو الاختيار رقم 49. بيقول لي ا ب ج د شكل رباعي دائري، شكل رباعي دائري ايا كان ا ب ج د. من خواص الشكل الرباعي الدائري ان كل زاويتين متقابلتين مجموعهم 180، فده معناه ان ا زائد الجيم ب 180 درجه، والباء زائد الدال بيساوي 180 درجه. هو عايز المجموع الجتاهات كلها. طب واحده واحده، دي كنا بنقولها في الترم الاول ازاي؟ هودي الجيم من هنا، يبقى الالف بيساوي 180 ناقص الجيم. هو خد الجتا للالف، انا هاخد هنا جتا الف واخد هنا جتا برضه، يبقى دي بالنسبه لي جتا الف بيساوي 180 ناقص ربع تاني، والجتا سالب سالب، وال 180 ما بتتغيرش، يبقى دي سالب جتا ج. يبقى جتا الف هي سالب جتا ج، خلي بالك. فانا ممكن اشيل الجتا الف وتبقى بالنسبه لي سالب جتا ج، ونفس الفكره هنا هيطلع ان الجتا ب بيساوي سالب جتا د، فانا هشيل الجتا ب وهكتب سالب جتا د، فالسالب جتا ج مع الجتا ج والسالب جتا د مع الجتا د هيفضل لي في الاخر صفر. مش مهندس مفيش في الاجابات صفر؟ لا، في جتا 90، ما هي جتا 90 بتساوي كام؟ بتساوي صفر بس. سؤال رقم 50 بيقول لي ايه؟ بيقول لي الف ب 2 جتا تربيع سيتا زائد 5 جتا تربيع سيتا، فان الالف بتنتمي ايه؟ ركز لي في السؤال ده لانه جميل قوي وبسيط خالص باذن الله. مش دي 2 جتا تربيع؟ هي كل اللي محتاجاه ايه؟ 2 جتا تربيع، صح؟ يا باشمهندس دي 5، خلاص يبقى زائد 3 جتا تربيع سيتا. هنا لو خدت الاثنين عامل مشترك هيفضل لي جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا، هنا زائد 3 جتا تربيع سيتا. دي كده بواحد، يبقى يفضل لي 2 زائد 3 جتا تربيع سيتا. هو بيقول لك الالف ده بينتمي لايه؟ طب ما انا لازم اعرف قيمه الجتا سيتا دي بتنتمي لايه؟ لا، ما انا عارف ان الجتا سيتا بتنتمي لاكبر من او يساوي السالب واحد واقل من او يساوي الواحد، ما تنساش المعلومه دي. طب يا باشمهندس دي جتا تربيع، يبقى هربع دي، يبقى بالنسبه لي جتا تربيع سيتا اكبر من او يساوي واقل من او يساوي واحد. هيقول لي اهو سالب واحد تربيع بواحد وهنا بواحد، انا هقول لك هنا واحد بس هنا يبقى صفر. مش مهندس ما تلخبطنيش، صفر ازاي؟ ما هو سالب واحد تربيع بواحد. لا اقول لك اهدى عليا بالراحه، ازاي هنا من الفتره هي من سالب واحد لواحد صح؟ لما اجي اربع الفتره دي هربع السالب واحد فهيديني كام؟ هيديني واحد، وفي هنا صفر خلي بالك في النص، لما اجي اربعها هيديني صفر، وفي كمان واحد لما اجي اربعها هيديني واحد. فما باجي اعمل الفتره يا باشمهندس باخد اصغر رقم اللي هو صفر واكبر رقم اللي هو واحد، ما ينفعش اخد الواحد مع الواحد. يبقى انا بالنسبه لي هي بتنتمي من صفر لواحد. يا رب تكون فهمت هي جت منين. طيب برضو يا باشمهندس دي 2 زائد 3 جتا تربيع سيتا، هقول لك حاضر. مش انت عرفت خلاص ان الجتا تربيع سيتا اكبر من او يساوي الصفر واقل من او يساوي الواحد؟ تمام. هو هنا زود 2 فزود الطرفين هنا 2، ده هتبقى 2 ويبقى 1 زائد 2 ب 3. بعد كده يا باشمهندس هو عمل ايه؟ لا هو مبدئيا ضرب الجتا الاول في 3، لازم الضرب قبل الجمع، ركز لي بقى. دي ارجع صفر، دي كده ارجعي ايه؟ واحد. ضرب الطرفين في 3، يبقى صفر في 3 يبقى ده اكبر من او يساوي صفر في 3 بصفر، ويبقى بالنسبه لي هنا 3 جتا تربيع سيتا اقل من او يساوي 1 في 3 بكام؟ ب 3. بعد كده زود 2، زود 2 هنا يبقى انا هزود 2 هنا، 2 زائد صفر 2، وهزود 2 هنا يبقى 3 و2 كام؟ 5. يبقى المقدار ده هو بينتمي للفتره المغلقه من 2 ل 5. قلت لك سؤال ذكي جدا جدا ومش سهل. خلاص؟ رقم 51 بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان الالف بكذا والباء بكذا، عايز قيمه الالف تربيع زائد الباء تربيع. اقول له اسهل من كده مفيش، انا هجيب لك الالف تربيع اللي هو بيساوي 2 جا س زائد جتا س الكل تربيع ربع،
2 تربيع ب4 يبقى ده 4 جتا تربيع س زائد 2 في الاول في الثاني هيديك 4 جا س جتا س، ربع الاخير جتا تربيع س. حاضر، هات الباء تربيع، 2 جتا س ناقص الجا س تربيع بيساوي ربع ده يبقى 4 جتا تربيع س، حط الاشاره في النص سالب، 2 في الاول في الثاني سالب 4 جا س جتا س زائد الاخير تربيع اللي هو جا تربيع س، اجمعهم انا مجهزهم لك اهو، دي كده هتروح مع دي، دي هنا جا تربيع و4 جا تربيع يعني 5 جا تربيع س، جتا تربيع و4 جتا تربيع يعني 5 جتا تربيع س، خد الخمسه عامل مشترك يفضل لك جتا تربيع س زائد الجتا تربيع س هيساوي 5 في 1 ب5. شكرا يا باشمهندس، يبقى بالنسبه لي الاجابه هي 5 اللي هو الاختيار رقم 52. بيقول لي اذا كانت سيتا والفا ومقياس زاويتين حددتين، سيتا زائد الفا بيساوي 90، على طول دول زاويتين مالهم متتامتان، يبقى جا الاولى اللي هي جا سيتا بيساوي جتا الالفا، او العكس ان جا الالفا بيساوي جتا سيتا. جميل، فهنا بيقول لك جا تربيع سيتا زائد جا تربيع الفا، طب ما انا لو ربعت ديت هيصبح ان جا تربيع سيتا بيساوي جا تربيع الفا. طب تمام، ما انا قصدك كده يا باشمهندس جتا تربيع الفا، قصدك ان انا ممكن اشيل الجتا تربيع سيتا واحط جتا تربيع الفا؟ اقول لك اه، يبقى دي بالنسبه لي جتا تربيع الفا زائد جتا تربيع الفا، جا زائد جتا لنفس الزاويه الناتج بيساوي كام؟ بيساوي 1، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم ب. رقم 53 بيقول لي في المثلث ا ب ج جتا تربيع زائد جتا تربيع بيساوي 1، قلت له العلاقه دي مش بتتحقق الا في شرط واحد، كنا بنقول ايه؟ نفس الزاوية. يعني ايه نفس الزاوية؟ يعني الالف هو هو الباء، يعني ايه تاني؟ يعني الف بتساوي باء، يعني زاوية الف بتساوي زاوية باء. طب ما المثلث اسمه الف باء جيم، لما يبقى في زاويتين متساويتين يبقى المثلث ماله؟ متساوي الساقين، ما تنساش المعلومة دي. السؤال رقم 54 بيقول لي اذا كانت ظا سيتا بيساوي 4 فان قيمة المقدار ده. طبعا انا عندي البسط جتا تربيع زائد جتا تربيع دي كده بالنسبة لي بواحد على جا تربيع سيتا ناقص جتا تربيع سيتا، هي دي اللي فيها المشكلة. طب هقول له مفيش مشكلة، مش أنا معايا الظا سيتا بكام؟ بأربعة، أربعة على واحد يعني، أدي السيتا، الظا مقابل على مجاور، طب عشان أجيب الوتر بربع ده وربع ده، أربعة تربيع بستاشر وده بواحد يبقى سبعتاشر، أخد له الجذر يبقى ده جذر سبعتاشر، بس عوض بقى، يبقى دي بقى واحد على جا تربيع الجا مقابل على وتر، يبقى أربعة على جذر سبعتاشر تربيع. ناقص الجتا مجاور على وتر يبقى 1 على جذر 17 تربيع، يبقى دي 1 على 4 تربيع ب 16 يبقى دي 16 على 17، 1 تربيع ب 1 يبقى دي 1 على 17 هيساوي 1 على 16 ناقص 1 يبقى 15 على 17، مقام المقام بسط اطلعي فوق يبقى دي 17 على 15. شكرا، الاجابه بتاعتي هي الاجابه. السؤال الاخير معانا يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ تعالى نشوف. بيقول لي جتا تربيع سيتا ناقص جا سيتا ناقص 1 على 1 زائد الجا سيتا، اقول له ايه؟ طب ما واحده كده واحده، الجتا تربيع سيتا ما اللي هي 1 ناقص الجا تربيع سيتا، انت هتضحك عليا يعني؟ تمام، طب ما تعوض بقى، يبقى 1 ناقص الجا تربيع سيتا، وهنا بالنسبه لي سالب جا سيتا سالب 1 على 1 زائد الجا سيتا، الواحد اروح مع السالب 1، خد لي السالب وخد لي الجا سيتا بالمره عامل مشترك، هيبقى سالب جا تربيع على سالب جا سيتا يفضل لي جا سيتا بس، وسالب جا سيتا على سالب جا سيتا يديني موجب 1. طب ما هو المقام في ايه؟ 1 زائد جا سيتا، اللي انا ممكن اكتبها جا سيتا زائد 1، ما هو الجمع ابدالي، فده هتروح مع دي، يبقى في الاخير الناتج سالب جا سيتا اللي هو الاختيار رقم ج. خلاص تمام، تمام كده يا باشمهندس، كده يا باشمهندس كده خلصنا ولا ايه؟ خلاص كده يا باشمهندس، يبقى خلصنا حل تمارين الدرس الاول حساب مثلثات اللي هو بالنسبه لي المتطابقات المثلثيه، الدرس المهم جدا جدا واللي بيسبب مشاكل لناس كتير، ولكن ما تقلقش باذن الله زي ما احنا بنحل هنا في التمارين كلها، لو انت تابعتها باذن الله الموضوع هيبقى سهل وبسيط عليك بامر ربنا. كده يا باشمهندس وصلنا لاخر حصه النهارده، زي ما اتفقنا هينزل لك حصه حل تمارين اخطر، وباذن الله في نفس اليوم ينزل لك المقالي، ولو الموضوع طول شويه هينزل لك تاني يوم فما تقلقش، فانت بيبقى قدامك يومين بينزل فيهم الفيديوهات باذن الله، وزي ما اتفقنا كل اسبوع هينزل لك درس ودرس ودرس بامر ربنا، لو الدنيا متيسره هنزود في الدروس، لو الدروس حلها كتير هيبقى درس ودرس ودرس، عشان بس ما نتعطلش، لان زي ما انت عارف القناه بينزل فيها صفوف كتير باذن الله.
في آخر الفيديو حابب أشكركم بإذن الله، وربنا معاكم وربنا يوفقكم. يا ريت لو استفدت اشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشار الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس بإذن الله. أشوفكم على خير الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناة حسام ميرا رياضيات، وشكرا.